عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا متعودين بندخل بالطاقه الايجابيه وبنركن على جنب الطاقه السلبيه. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. فنجان برج الكوس، اخر 10 ايام من شهر اكتوبر، اخر 10 ايام بس، ولا اكتر ولا اقل. هنتكلم مع بعض عن شويه احاديث لمواليد برج القوس لمده 10 ايام من نزول الفيديو. يلا بينا برج القوس، صل على الحبيب اهم حاجه. برج القوس، برج القوس عنده هنا حيره وتايه. برج القوس انت عندك دوامه وداخل صراع مع نفسك. ايوه عندك دوامه وداخل صراع مع نفسك، داخل في بعض التقلبات، بعض التغيير المزاج. برج القوس، بص يا برج القوس، اول حاجه عندك حمل كبير على كتفك، عندك حمل كبير على كتفك، عندك بعض التقلبات في مزاجك، بعض التقلبات في حالك، بتحاول تهتم بنفسك شويه، بتحاول تعرف ايه اللي ناقصك وتكمله، بتحاول تشتغل على نفسك اليومين دول يا برج القوس علشان انت شايل حمل كبير. عندك زيادة مسؤولية، انت اليومين دول بتعاني من قلة الماديات شوية، بتعاني من قلة ماديات شوية. في فلوس جايالك بس لسه ما جاتش، يعني انت منتظر فلوس ولسه ما جاتش. عندك مولود جديد في حياتك، عندك توقيع ورقة، العشر ايام دول هيبقى فيهم خبر حلو. سمعت كلام من الماضي ضايقك، سمعت كلام من الماضي ضايقك، وهتأكد الكلام، هتأكد الأحاديث الأيام اللي جاية. هتفتح هتعرض الموضوع على العيلة مع المقربين، الله أعلم، بس هيبقى عندك فتاح موضوع عن الماضي. في ناس نويالك على شر ومش حبالك الخير أبدا، عايزة تأذيك بكل الطرق، شايفة دايما أن أنت أحسن منها. عندك حد مريض يا برج القوس، دايما بالك مشغول بيه، بتحاول تهتم بيه، بتحاول تقف معاه، بتحاول تدعمه. في حد عندك هيكون عنده مناسبة وهيعزمك وهتروح يا برج القوس آخر 10 أيام دول. أنت ناوي على رحلة، ناوي على خروجة، ناوي على سفر، ناوي تعزل من المكان اللي أنت فيه، ناوي تغير مكانك، ناوي على حاجات كتيرة جدا. عندك طموحات عالية، عندك طموحات عالية. برج القوس حاول تهدي أعصابك من الأيام اللي جاية، واطلع من الطاقة السلبية اللي أنت فيها دي، وجدد الروتين بتاعك، جدد حاجة جديدة في حياتك علشان خاطر أنت هتدخل في طاقة إيجابية وهيبقى عندك أمور حلوة. بعض مواليد برج القوس أنتوا فجأة كده بتحسوا أن أنتوا متضايقين ومخنوقين ومش طايقين نفسكم، ده السحر بيتجدد عندكم في حياتكم. دايما الماضي عندك فيه ألم، الماضي عندك فيه ألم، الماضي عندك فيه بعض التوتر وبعض الحيرة وبعض ومتضايق، انت متضايق ومهموم. في اشخاص عندك يا برج القوس الايام اللي جايه دي هيبقى في لقاء بينك وما بينهم. ايوه هيكون في لقاء بينك وما بينكم وما بينهم، وهيكون عندك اهتمام، هيكون عندك اهتمام. احلامك بتتردد كتير يا برج القوس، احلامك بتتردد كتير. عندك جوهره في حياتك الايام اللي جايه هتنور حياتك. ايوه ايام هتنور حياتك، عندك جوهره باذن الله، الجوهره دي هتكون فيها امور حلوه. انت ناوي على تغيير واللي ناوي عليها تحصل عليه. انت مستلف من حد فلوس او عليك ديون يا برج القوس، الايام اللي جايه هيبقى فيه فلوس. من يوم 22 في الشهر لحد 30 هيجي لك فلوس حلوه، هتجيلك فلوس حلوه، ممكن تشتري حاجه انت نفسك فيها او هتعمل حاجه. انت مسلف حد فلوس ومش عارف تطلبها يا برج القوس، مسلف حد فلوس ومش عارف تطلبها. فتاة القوس انت بقالك فتره كبيره جدا بتعاني من تساقط شعر، من ارهاق، من تعب جسدي، من تعب جسدي. دايما حاسين بالوحده وحاسين ان انتوا لوحدكم، لدرجه ان انتوا ممكن تكونوا قاعدين لوحدكم في اوضتكم. دايما ما بتوش تحبوا المواجهات، ما بقيتوش تحبوا المواجهات، ما بقيتوش تحبوا ان انتوا تتكلموا مع حد ولا حد يتكلم معاكم. الحزن بيسيطر عليكم يا برج القوس بسبب ان انتوا حبيتوا الوحده. مريتوا بازمات كتيره جدا بس ما تقلقوش، دايما ربنا موجود وحبيب لكم وعايز لكم الخير. ايوه دايما ربنا موجود وحبيب لكم الخير. في شجره عندك يا برج القوس الايام اللي جايه، او دعوه انت دعيت ربنا بيها، او دعوه انت دعيت ربنا بيها. دايما بتدعي ربنا بتقول يا رب مهما الدنيا تروح وتيجي انا ماليش غيرك انت، انا يعني انا يعني يا رب انا عايز حياتي تتحسن، عايز حياتي تتظبط. بالفعل هيكون عندك تحسن في حياتك وهيكون عندك خروج من الهموم اللي انت فيها يا برج القوس، بس ما تقلقش.
عايزاك تخلي بالك من واحده ست مش حبالك الخير وناويالك على شر برضو، بس ربنا بسبب دعوات الست الكبيره ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك وهينجيك من العذاب بتاع الشر اللي مقربين منك. عندك يا برج القوس سحر بيتجدد من واحده ست، واحده ست حرفها الالف، حرفها الحاء، حرفها السين، فخلي بالك من الحروف دي علشان دي حروف الناس السحارة عندك. عندك رسالة جايالك من الحبيب في الماضي، رسالة جايالك من الحبيب في الماضي، الرسالة دي جايالك من الحبيب في الماضي، هيحاول يكلمك، هيحاول ان هو يكون بينك وما بينه كلام اي حاجة. انت خسرت حاجات كتيرة جدا وهترجع تحسن امورك الايام اللي جاية. برج الثور اعتذر منك وقال لك اسف على اللي انا عملته، والقرار القرار قرارك، القرار قرارك. انت الايام دي منتظر توقيع ورقه، منتظر سفر، منتظر مكالمه علشان تبدا تكمل. في مطب قدامك حاول تتخطاه، في مطب قدامك حاول تتخطاه علشان لما هتتخطاه امورك هتبدا تتظبط وهتتحسن وهتدخل في انطلاقات جديده واحاديث حلوه. في عيون كتيره جدا عليك يا برج القوس، في عيون كتيره جدا عليك. من كام يوم كنت في المستشفى او زرت الطبيب الله اعلم، حاولت تعمل كذا حاجه في حياتك الايام اللي فاتت. انت وقعت ومحدش سمى عليك يا برج القوس، ايوه وقعت ومحدش سمى عليك. هيكون عندك تحسن فما تقلقش علشان انت ناوي على تغيير، وبالفعل التغيير هتلاقيه عندك. انت هنا مستني حاجة معينة تحصل علشان تبدأ تكمل حاجات مختلفة في حياتك، صح؟ منتظر حاجة معينة تحصل علشان تبدأ تكمل حاجات مختلفة في حياتك. بسم الله ما شاء الله. جايلك يا برج القوس الايام اللي جاية هيكون عندك ضيوف، هيكون عندك ضيوف. في حد هيعرض عليك موضوع جواز، حد هيعرض عليك موضوع شغل، حد هيعرض عليك موضوع، الموضوع ده هيفرحك جدا جدا جدا، وهتسمع اخبار في منتهى السعادة في حياتك. انت تعبان من حمل المسؤولية، دايما بتشتغل على نفسك وبتعافر وبتجاهل، مش عايزاك تقلق يا برج القوس عشان انت هنا عندك انتصارة حلوة وعندك امور حلوة. هيكون عندك علاقة جديدة في حياتك، هيكون عندك ارتباط جديد، هيكون عندك امور حلوة هتحسن من حياتك. القوس عنده لم شمل او عنده كلام هيسمعه عن ناس غايبة عنه بقاله فترة. الزعل اللي عندك ده هيصير صلح باذن الله، وهيكون عندك رجوع يا برج القوس. لو انت شايل حمل كبير ومسؤولية ما تقلقش، هيكون عندك رجوع وهيكون عندك صلح وهيكون عندك اخبار حلوة باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. مش عايزاك تقلق يا برج القوس، مش عايزاك تقلق علشان اللي انت تعبت عشانه هتلاقيه الايام اللي جاية. ايوة هتلاقيه، الانتصار اللي انت مستنيها تحصل عليه، الفرحة اللي انت بتبني بقالك سنين عليها هتلاقيها. فعندك انتصار حلو جدا يا برج القوس. كان عندك علاقة مع برج العذراء ونهيتها بسبب مشاكل وبسبب اطراف ثالثة كانت بتتدخل، وبسبب السحر المتجدد من اهل الشريك، سبب السحر المتجدد من اهل الشريك. برج القوس انت اللي دمرك نفسيا وتعبك جسديا وعمل لك مشاكل صحيا وعمل لك ارهاق ووقف حالك، هو السحر، هو السحر اللي كان بيتعمل لك من اهل الشريك اللي وقف حالك ودمرها. فما تقلقش عشان باذن الله يكون عندك تحصين نفس الايام اللي جايه، وهتدخل شهر 11 بالسعاده والهنا، وهيبقى عندك امور كتير جدا وفي احاديث كتير جدا، وهتكتشف وشوش لابسالك وشوش مخادعه. فما تقلق، شهر 11 هيقدم لك الخير، بس عايزاك في اخر 10 ايام دول عشان انت هتقع في مشكله حاول تطلع منها. خلي بالك عندك سلفه مش كويسه برج القوس، عندك سلفه مش كويسه. لو كنت مخطوبه فهي سلفة عندك، لو انت متجوزة فهي سلفة عندكم، خلوا بالكم عشان انا شايفة شدة، شدة يعني مواجهة في كلام، كلام هيتقال وهيضايقكم يا برج القوس، وهتحاولوا تحطوا النقط على الحروف، وهتحاولوا تقولوا لا احنا ما قلناش احنا قلنا، فحاولوا تبعدوا عن النميمة. ايوة حاولوا تبعدوا عن النميمة، في ناس كتيرة جدا بتحاول تتزاكى عليكم، بس انتوا مين؟ انتوا برج القوس، بتعرفوا تتعاملوا ازاي، وبتعرفوا تكملوا ازاي، وبتعرفوا تطلعوا الشخص اللي قدامكم غلطان ازاي. فتاء القوس عايزاك، مش عايزاك تكوني شايله هم كبير زياده عن اللزوم، لا خلي بالك وهدي اعصابك وبلاش عصبيه، خدي كل حاجه ببرود
علشان في ناس بتحاول تعصبك وتستفزك وانتي عارفاها. راجل الكوس خلي بالك منه، صديق مقرب منك بيلعب على الطرفين وباصص على اللي في ايد غيرك، باصص على اللي في ايد غيرك ودايما باصص على اللي في ايدك ودايما بتلاقيه حقود. فخلي بالك وبلاش تآمن لأي حد، ودي رسالتي ليك لآخر 10 أيام في شهر أكتوبر.